السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فاطمة عبد الحميد، أخصائي التغذية العلاجية ومسؤولة عن مركز غير حياتك. أنا حابة أدي نبذة عن مركز غير حياتك. مركز غير حياتك هو المركز الأول في شبرا خيمة اللي قدر يحقق نجاح قوي جدا جدا الحمد لله، وقدر يلقب بمركز الفرحة. من هنا جه اسم مركز غير حياتك، إن إحنا نقدر نغير حياة ناس كتير. المركز عندنا متخصص في أول حاجة بنعالج مشاكل السمنة بجميع أمراضها الحمد لله. دايما السمنة بيكون ليها اثار جانبيه زي السكر والضغط ومشاكل في القلب وكده، وبتبقى مثلا في الم برضو في الركب والظهر. فالحمد لله لما بنعالج المشكله دي بنقدر نعالج المشاكل التانيه، فبنقدر من هنا نغير حياتك. عندنا قسم خاص بالعلاج الطبيعي مع دكتور محمود ششتاوي ودكتور محمود دبور. عندنا قسم خاص بالصحه النفسيه وتعديل السلوك، بحيث ان احنا كمان بنشتغل جانب بدني وجانب نفسي مع دكتور اميره. عندنا قسم خاص بالتجميل، وعندنا احدث اجهزه في مجال التجميل زي جهاز الهايفو، وده اقوى جهاز شد ترهلات. وعندنا جهاز الاندياج ليزر، ده جهاز مميز جدا جدا لعلاج الوحمات والوشم وعلاج التصبغات الجلديه. عندنا جلسات زي الديرما بن وجلسات البلازما، طبعا كلكم عارفين فوائد الديرما بن والبلازما لمشاكل البشره والمشاكل الشعر. والحمد لله بننفرد في المركز باحدث التقنيات في المجال دوت. وعندنا كمان قسم خاص بالانشطه الرياضيه زي الزومبا والايروبكس والفتنس مع كباتن مميزين جدا. وعندنا كمان قسم خاص بالانشطه الرياضيه للاطفال زي الكاراتيه والكونغ فو والجمباز. المركز عندنا متميز ومتكامل لخدمتك، خدمه السيدات والاطفال. وحاليا الحمد لله فرعنا الثاني في الشارع الجديد، وان شاء الله باذن الله بعد العيد هيكون فرعنا الثالث، وهنكون باذن الله لينا لقاء معاكم ان شاء الله هنفتتحه، هيكون في قسم خاص كمان للرجال.